مطالب كتيرة لأصحاب المعاشات في مصر واللي عددهم بيوصل لحوالي 9 مليون مواطن، أهمها وضع حد أدنى للمعاش وإقرار قانون جديد وموحد للتأمينات واستثمارات أموالهم بشكل يجيب لهم عائد أفضل ويحقق لهم حياة كريمة. المعاش بيكفي؟ معظم الناس طبعا لا، إلا بقى يكون واحد عامل حسابه أو عنده أي شغل تاني أو أي حاجة، ده اللي بيعرف، غير كده لا. ما بيكفنيش، بدفع الإيجار ومية ونور، والفكة بجيب بعد جمعتين ما بلاقيش ياكل. أنا مرتبي 1200 وليا زوجي لا تعمل وأنا مريض، والمعاشات ما بتكفيش حتى ربع المرتب، يعني ربع الشهر. في الوضع اللي هو العام يعني مكفي زي غيري. باخد معاشي، باخد 300 جنيه معاش ومستورة معي والحمد لله، وبكافح وبدور على لقمة عيشي. استحالة إن المعاش بيكفي. من أيام الدولة حققت مطلب من مطالبهم بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي بقرار جمهوري هيرفع معاشات أصحاب المعاش المبكر ويعدل قواعد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك التأميني. من وجهة نظرك الدولة تعمل إيه عشان خاطر تطور ملف المعاشات؟ والله هو المفروض إن أنا كراجل موظف بيتخصم مني كل شهر على أساس لما أجي خارج ألاقي حاجة تعيشني، فانا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله. المفروض بقى الدوله هي توظف الفلوس بطريقتها او تعمل بيها اي استثمارات او تعمل بيها اي حاجه تفيد الناس بعد ما تخرج معاش. لو هو استثمر الناس دي، يعني بدل ما هم بياخدوا النهارده، في ناس بتاخد 400 و500 و1000، لا في ناس ممكن توصل لاضعاف اضعاف. المعاش لازم يكون يتعدى ال 2000 جنيه على الاقل بالنسبه للي هو راجل عنده 60 سنه ومريض بيصرف مصروفات على العلاج كتير قوي 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 قوي. ياخدوا اللي هي فلوس المعاشات بيودوها فين؟ بيودوها الماليه، بيودوها فين؟ عايزين نعرف بس بالظبط حقوقنا بتروح فين. انا عارفه ان الدوله مش متحمله، وعارفه ان احنا بنمر بظروف لازم كلنا نبقى واقفين جنب بعض فيها، وشويه هنتحمل، بس المفروض بعد كده ان الدوله على الاقل تساعد كتير الناس اللي طالعه معاش. مش معنى ان هو وصل ل60 وخلاص ان هو كده بقى كان مهمل. هي المشكله ان الانسان يعرف يعيش بعد ما يخرج معاش. التعديلات كمان سمحت لصاحب العمل انه يأمن على افراد اسرته اللي شغالين معاه، وفتح الباب قدام الفلاحين واصحاب الاراضي الزراعية اللي مساحتها اكتر من فدان علشان يدخلوا تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعي الخاص باصحاب الاعمال، ومعاها هيحصل تحسن ملحوظ في احوال المعاش.